أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قراءة سورتين سور الإخلاص والمعوذتين في أذكار الصباح والمساء، هل هي مقيدة بعد صلاة المغرب والفجر أم أنه يجوز قراءتها ولو قبل صلاة الفجر وقبل صلاة المغرب؟ قراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين بعد كل صلاة، فجاء بعد جميع الفرائض، ولكن بعد المغرب ثلاث مرات، سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات، وكذلك بعد الفجر ثلاث مرات، أما في بقية الصلوات فمرة مرة، وسواء قرأتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة لا بأس بذلك، لكن قراءتها بعد الصلاة أفضل. نعم.